الكرنفال الكبير مهرجان سموي ولي عهد دبي للتحديات والإثارة، في أيضا انطلاقات سن الإذاع شوطنا الثامن الذي خصص للإبكار، انطلاقة موفقة نتمناها للمشاركين في تحدي أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ. نسير مع البداية الأولى والمركز الأول الشاهنية التابعة لهجن الرياسة بقيادة السيد أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، من يقدم لنا حضور الشاهنية متصدرة قيادة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتواجد الشاهنية أيضا التابعة لهجن العاصفة قياث الهلالي، من يقدم الشاهنية على المركز الثاني والثالث، بينما المركز الرابع هناك الوصول والتقدم من قبل متعبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، من يقدم لنا متعبة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول من متعبة أيضا لهجن سيح السلم بقيادة سعيد بن سالم بالمرس السبوسي تتواجد على المركز الخامس، بينما المركز السادس هناك وصول وتقدم من شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل هيان، يقدم معزة على المركز السادس، أيضا بمتابعة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يقدم لنا حضور معزة على المركز السادس، والشاهنية التابعة لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون على المركز السابع في هذه اللحظة، بينما ثامن المراكز شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الواصلة مشاهدينا الكرام على المركز الثامن، تتقدم فيها الشاهنية بقيادة عبيد بن محمد بضبيعة الاكتبي، بينما تاسع المراكز تتواجد الشاهنية التابعة لهجن الرياسة والمجازفة محمد بن عتيق بن زيتون يقدم حضور الشاهنية، عاشر المراكز أم الزبار تتواجد أيضا لهجن أم الزبار بقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، هكذا ندان الأول مع تحدي هذا الشوط وانطلاق هذا الشوط. نعود إلى البداية الأولى وإلى الصدارة، إلى الشاهنية من تصدرت القيادة بالمركز الأول، متولي قيادة هذا الشوط بالشعار الأحمر، الشعار الذي تصدر القيادة، شعار هجن الرياسة اللي على قيادة هذا الشوط، والفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم لنا هذه النوعية البارزة على الصدارة الشاهنية، بينما مؤسسة هجن العاصفة أيضا حاضرة على المركز الثاني والثالث، يقدم لنا أيضا قياث الهلالي الشاهنية والشاهنية، بينما المجازف على المركز الرابع يقدم الشاهنية من مؤسسة هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقدم هذا الحضور وهذا التواجد لهذا الشعار الكبير، بينما المركز الخامس أيضا تتواجد في متعبة لهجن سيح السلم بقيادة سعيد بن سالم بالمرة السويدي على المركز الخامس، أم الزبار متواجدة وحاضرة، أم الزبار على المركز السادس، وأيضا إنتاج أم الزبار متواجدة بحضورها بالشعار هجن أم الزبار اللي على المركز الخامس، وبن سلام هنا يقدم حضوره، يقدم تواجده، يقدم لنا هذه النوعية عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري على المركز السادس في هذه اللحظة، هجن الرياسة قادمة حاضرة أيضا مع الحمر، الحمر اللي وصلت الشاهنية على المركز السابع وثامنا أيضا الشاهنية، تاسعا الشاهنية، الله وعاشرا الشاهنية، جميعا لمؤسسة هجن الرياسة، هذا الحمر
ايضا الذي بدا يحضر ايضا في تحدي هذا الشوط. نعود الى القياده، نعود الى الصداره، نعود مع الحمر ايضا اللي على الصداره مع الفيلسوف على المقدمه على المركز الاول. الشاهنيه متصدره على قياده الشوط، هجن الرياسه وشاهنيه هجن الرياسه بقياده المجازف. الله 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 على هذا الشوط، الله على هذا الصراع، الله على هذا التحدي الملتقى للمؤسسات الكبرى. هناك بدت التحديات وايضا والملتقى الكبير. شوف تابع ايضا هذا الملتقى المشرف هنا على الصداره ما بين اقطاب المضمرين. العمالقه هنا على الصداره، احمد بن مايد بن مطر الخيلي يقدم لنا هذا الشعار على الصداره من بدايه الانطلاقه على راس الحربه على ظهر الشاهنيه التابعه لهجن الرياسه. وايضا تتواجد هجن ايضا العاصفه على المركز الثاني. تصدرت القياده، قياث الهلالي يقدم هذا الحضور، يقدم هذا التواجد. الشاهنيه على المركز الاول، الشاهنيه على المركز الثاني، تحركت ايضا الشاهنيه على ثاني المراكز. هنا مع المستحيل انا من يقدم لنا حضوري وتواجد الشاهنيه التابعه لهجن الرياسه بهذا الحضور المشرف بهذا التواجد. راشد بن محمد بسم المنصوري يقدم حضور الشاهنيه على المركز الثاني، الشاهنيه على المركز الثالث، الشاهنيه على المركز الرابع لهجن الرياسه المجازف 1200 عن خط النهايه. ام الزبار، ام الزبار تتواجد ايضا بحضورها مع هجني انتاج ام الزبار، تتواجد على المركز الرابع. هناك تابع 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 تابع، شوف 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 هذا المنظر، شوف هذا الملتقى، ما شاء الله تبارك الرحمن. تحركت الشاهنيه، تحركت الشاهنيه على المقدمه، هجن الرياسه، هجن الرياسه مع المجازف ومع المستحيل، ولكن ام الزبار تتحرك مع هجنها على المركز الثالث. هاجري بن سلامة ما منه سلامة، ما منه سلامة، راحت على المقدمة أم الزبار على المركز الأول. تتصدر القيادة لهجن أم الزبار أنا على قيادة الشوط. عبد الله بن علي بن سلامة يقدم حضوره. طارت أم الزبار، تحركت الشاهنية، المستحيل المستحيل، ولكن الهاجري هاجر بالسلام إلى أيضا محمية أم الزبار ومؤسسة هجن الرياسة بحضورها. ثلاثية، ثلاثية هجن الرياسة، وهنا أم الزبار متصدرة، ولكن المجازف، المجازف باحث عن النقطة السادسة، النقطة السادسة، ولكن أم الزبار، أم الزبار اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة، أم الزبار، أم الزبار الشاهنية، أم الزبار طارت، هاجرت بالسلام إلى محمية أم الزبار. سلام سلام سلامي على هذا الحضور، تهانينا والناموس لهجن ام الزبار على هذا الحضور وعلى هذا الانتاج الفاخر. وايضا هناك التهنئه لعبد الله بن علي بن سلامه الهاجر. المركز الثاني الشاهنيه هجن الرياسه، المركز الثالث الشاهنيه لهجن الرياسه، رابعا لهجن الرياسه، خامسا الشاهنيه لهجن العاصفه، سادسا لهجن الرياسه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هكذا مشاهدينا الكرام كانت نتيجة هذا الشوط. أنا نعود مع الصدارة والمقدمة، أم الزبار هي بطلة هذا الشوط. التهنئة أيضا لهجن أم الزبار على هذا الفوز والانتصار. 8 دقائق 56 ثانية جزء واحد من الثانية. التهنئة للسيد عبد الله بن علي بن سلامة. بينما المركز الثاني المركز الثاني الشاهنية لهجن الرياسة أيضا قطعت المسافة في 8 دقائق و56 ست أجزاء من الثانية. الثانية لهجن الرياسة والتهنية المجازف محمد بن عتيق بن زيتون. بينما المركز الثالث وصلت فيها الشاهنية لهجن الرياسة 8 دقائق 57 9 أجزاء من الثانية. التهنية للسيد راشد بن محمد باسم المنصوري، تهانينا والناموس الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله.